فيديو كذا على السريع نبي نتكلم عن بعض العطور اللي ببراندات محلية زي ما تقول عربي العود، الماجد العود، تخيل العود، عبد الصمد إبراهيم القرشي. أبرشح لك كمان كل عطر من البراندات هذه بالنسبة لي أنا أشوفه هو التوب. خلنا نأخذ أول شيء درعة مثلا. درعة أنا عندي باديستال أجمل عطر بدرعة أنا وجهة نظري، تمام؟ نروح العربي العود. عربي العود شهريار لونه فضي كذا، صراحة أنا أشوفه توب. شهريار حلو جميل جدا، عطر غريب ريحته، جميل جميل طبعا رجالي. طب لو رحنا لعبد الصمد القرشي، عنده عبد الصمد القرشي عنده عطر سفاري قديم، نزل نسخة جديدة أنا ما جازت لي صراحة، أشوف القديم أفضل وأجمل صراحة، في لمحة كذا من نور اكستريم من توم فورد، لمحة كذا خفيفة حلو صراحة. بالنسبة للماجد العود ما شاء الله ماجد عطورهم كثيرة. ماجد العود خلينا نقول رسمي القديم، تبيع عطر رجالي شرقي عود رسمي القديم، نزل نسختين بعده جديدة، نسخة ثانية ونسخة ثالثة، لا أنا أشوف القديم لأنه أصفر يجيك. رسم القديم من ماجد العود أشوفه رهيب جدا. نخبة العود صراحة أروح مع عطر نسائي لفت نظري، عطر نسائي اسمه همس تركواز، جميل جدا. روح جوجل اكتب همس تركواز تشوفه فظيع جدا، بس عيبه ثبات فوحان مو قوي صراحة، لكن ريحته جدا جميلة. طيب لو قلنا آخر شيء عطور عايد، عطوري أنا ما بيمدح لكن عطور عايد، أنت شو عندك أفضل عطر من عطور عايد؟ صراحة أنا أشوفه بختار واحد بس، ما شاء الله كثير الحبة، لكن بقولك فريش، فريش من عطر عايد صراحة هو التوب. وأنت بالنسبة لكم اكتبوا من 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 عطر عايد وش أحسن عطر جاز لكم، واكتبوا لي من درعة ومن عربي العود ماجد العود، اكتبوا لي من نخبة العود اكتبوا.